هذه مسألة دقيقة جدا، طبعا يكثر فيها الكلام لكثرة الانحرافات، يعني المنحرفون كثر ومنهجهم منتشر ولهم أتباع ويتكلمون بالعاطفة، فتقنع من وتترك من؟ تقنع واحد يتكلم مئة. السمع والطاعة عادة يقول ثقيل على الناس، ثقيل على الناس، لذلك يصعب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ما لم يكن هذا تابع لهواهم. إذا أمر بما يوافق الهوى قالوا ما شاء الله نعم الحاكم حاكمنا، لكن إذا أمرهم بما يضيق عليهم أو لا يتفق معهم أو مع هواهم فإنهم يستشكلون كثيرا ويتكلمون كثيرا ويحتجون كثيرا. لكن ربنا يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنرجع إلى الله والرسول، نجد الله والرسول أمرنا بطاعته والأمر حتى لو كان عنده قصور أو عنده معصية، حتى لو كان عنده استئثار بالنص، إنكم ستجدون أثرا وأمرا تنكرونها، فماذا تأمرون؟ قال اسمعوا واطيعوا. بل هذا لا يكاد يخلو منه إنسان تولى على شيء ما لم يبلغ من التقوى ما يبلغ، وإن كثير من الخطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الشركاء يخلط يبغي بعضهم على بعض، الموظفون العاملون، العامل هذا الضعيف هذا أيضا تجد متى ما تمكن فعل، ما بالك من تكون تحت أيديه دولة ولا أموال ولا ميزانية. فالأمر وارد جدا جدا أن عامة الناس لن يمتثلوا أمر الله ورسوله ولن يتقوا الله عز وجل في هذه الشهوات والأموال التي بين أيديهم. لكن إلى متى؟ هل إذا هذا عنده استئثار وكذا طرحناه، اللي بعده كذلك، اللي بعده كذلك، نبقى نتقاتل يوم القيامة؟ ألهذا خلقنا؟ هذا يضيع القتال هذا والخروج ويثير الفتن ويضيع ماذا؟ الدين ولا الدنيا؟ الدين والدنيا. فلا بد أن نعرف أن ما أمرنا به كله خير، ما أمر الله به ورسول إلا لما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا للدنيا والآخرة. فالأمر بالصبر على ولاة الأمر هذا واجب، أن نصبر وأن نصابر، نصبر بأنفسنا ونصبر غيرنا، فنسمع ونطيع بالمعروف. قال في غير معصية الله، كلام سديد مأخوذ من الكتاب والسنة، في غير معصية الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا من أساء الفهم أو هنا أو هناك كثير من الناس أساء الفهم، فظن أن السمع والطاعة لا تكون إلا لمن هو معصوم، حتى لو لم يقل معصوم هو لسان حاله يقول لا كيف اسمع وطيع وهو يفعل ويفعل وكذا وكذا وكذا. ها يعني ايش؟ لازم تسمع له وتطيع اذا كان يقيم الكتاب والسنه، كما قال احدهم مره يتناقش معي على الهاتف قال ان يقيم كتاب السنه 100%. من ذا الذي يقيم الكتاب والسنه 100%؟ يعني يريد الناس يكون ايش؟ بلا ولي أمر بلا حاكم، لأن ما في حد يقيم 100%. ربنا اللي خلقنا يقول إنكم تخطئون في يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار، من ذا الذي يقيم الدين 100%؟ من ذا الذي يستطيع ذلك أصلا؟ الإنسان لازم يقصر، لازم يضعف، لازم يزل، لازم يخاف، هذا ضروري، يعني من ضرورة الحياة هذا. خاف من الدولة الفلانية، خاف من الضغط الداخلي الضغط الخارجي، أحيانا واحد يخشى أن يقول شيء تزعل النساء، أحيانا يقول شيء يزعل الرجال، أحيانا يقول شيء يزعل التجار، أحيانا يقول شيء يزعل الفقراء، أحيانا يقول شيء، وهل مجرة ما تستطيع ترضي الناس جميعا؟ فقد يضعف، قد يزداد عليه الضغط داخل الخارجي فيضعف، لا 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 خلاص ما له لا سمع ولا طاعة، ما لم يقم كتاب الله 100%. هذا غلط، هذا فهم سقيم. لكن هذا بعض الصغار يلقن هذا الكلام حتى إيش؟ حتى يكون أداة لهدم هذا الحكم، حتى يأتي من هيأه ودربه على هذا ليتولى هو الحكم. وإذا كذا أتى الآخر هذا الذي كان يحرض وكان يخطط، هل هو سيقيم الكتاب والسنة 100%؟ لا. وقد حصل ووصلوا أعلى السلطات وما قام كتاب الله 100%. فالمقصود أنه تسمع وتطيع إذا أمرك بأمر في غير معصية، وليس المراد أنه ألا يكون عاصيا، يعني لا أسمع ولا أطيع إلا لا يكون عاصيا، فإن كان عاصيا فلا سمع ولا طاعة، ليس هذا المراد.
وذاك لما أمرنا ببر الوالدين، هل المراد أن لا نبر الوالدين إلا إذا كانوا تقاة 100%؟ لا، بل قال جل وعلا نصا، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، يعني المشرك لا بمشرك ويجاهد ابنه ليشرك بالله، قال الله عز وجل فلا تطعهما ها وصاحبهما في الدنيا معروف. فالحاكم إذا صار عنده ما عنده من المعاصي، من الإسراف، من الاستئثار، إذا أمر بمعصية لا نسمع له ولا نطيع في معصية الله ورسوله. وليس المراد أن لا يكون عنده ولا معصية حتى حينئذ نطيعه، أو أن يقيم الكتاب والسنة 100% حتى نطيعه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له ألنا لنابذهم بالسيف؟ قال لا، ما قام بكم الصلاة، ما قام فيكم الصلاة. وفي رواية قال ما صلوا، يعني إشارة إلى ماذا؟ ما دام هو مسلم، لأن إذا ترك الصلاة فقد كفر، فهو لا يمنع من الصلاة وهو يصلي إذا هو مسلم. ولذلك المعصية التي تكون عند الحاكم لو كانت عند غير الحاكم لا ينظر لها تلك النظرة، يعني المعصية ذاتها لو كانت عند غير الحاكم خل تكون مثلا فواحش ولا منكرات ولا حتى عبادة قبور ما ينكرون ذلك، بل عندهم أن عبادة القبور عند الفقراء أمرها هين، لكن الاستئثار بالأموال عند الحاكم هذا اللي أكبر منكر الذي ليس بعده منكر. هذه كله مفاهيم باطلة. فالواجب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة أيضا، لأن في ناس بالغوا يعني يريد من الناس سمع وطاعة للحاكم يمكن أكثر من طاعة الله ورسوله. إذا طاعت الله ورسوله ماذا قال الله عز وجل؟ فاتقوا الله ما استطعت. وقد يكون الحاكم عنده أيضا بعد بعض كثير من 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 القوانين أو الإصدارات أو الأوامر التي لا يطيقها الناس. فإذا كان الله ورسوله يطيعه قدر استطاعتنا، فالحاكم من باب أولى أن يطاع بالمعروف قدر استطاعة. ولذلك بعض الناس ربما لو قرر أحد هذا التقرير الشرع السني قال وأنت تفعل وتفعل، طيب وإذا فعلت يعني هل إذا قال الخطيب اتقوا الله هو لازم يكون متقي الله 100%، ولا ما يقول اتقوا الله؟ ألا يأمر الخطيب بتقوى الله عز وجل وهو عنده أيضا قصور؟ طيب وهكذا يقول القائل الداعي لله عز وجل طالب العلم اسمعوا واطيعوا، ولو كان هو ايش مقصر في السمع والطاعة. وإلا لو كان كذلك ما في أحد يأمر بالتقوى حتى يكون سيد المتقين، ولا أحد يأمر بطاعة الأمر إلا أن يكون هو ايش مطيع طاعة سرمدية أبدية كما تكلم أحد. لابد من الاعتدال، لابد من الاعتدال، يعني بالدعوة الصحيحة الوسطية الشرعية، الوسط يعني العدل، واضح؟ فإذا قال من الواجبات السمع والطاعة المعروف يعني في غير معصية، قال وهذا ما يمر به إما أن يكون هو من أمر الله ورسوله كما لو أمر بالصلاة، ففي الحقيقة هذا أطاع لمن؟ أطاع الله ورسوله. أو يأمر بما ليس بما لم يأمر الله ورسوله لكن ليس فيه معصية، هذا يطاع، واضح؟ يطاع فيه أمر ما أمر الله ورسوله، لكن هو رأى من باب الترتيب، من باب إدارة الناس، من باب ترتيب أمور الدولة والرعية أن يأمر بكذا وكذا، وهذا الأمر ليس فيه معصية، إذن تجب طاعته بالمعروف. متى لا يطاع؟ إذا أمر بمعصية، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يقول ونصيحتهم، واضح هذا في حديث ماذا؟ لمن يا رسول الله الدين النصيحة؟ قالها ثلاثا، لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة ليست فضيحة وليست تهديد وليست سب وشتم. ولذلك كثير من الناس فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد، وفي رواية سيد الشهاد الشهداء حمزة ورجل قام لإمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أمره ونهاه يعني ماذا أمرنا؟ لو رجع إلى شراح الحديث قال أمره ونهاه يعني أمره بالمعروف ونهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابطه، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناء الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. فكلمة حق أن تدلي على الخير، أن تأمر المعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تقول له كذا وكذا دين الله، هذا من الدين، هذا ليس من الدين. ليس كلمة حق عند سلطان جائر أن تشتم السلطان،
يعني ما قال كلمة حق، ما قال كلمة سب، لأن هذا الذي تسبه لو كان إنسانا ضعيفا، لو كان عامل وعنده خطأ عنده منكر تريد تشتمه وتسبه ما قبل منك، فكيف عاد حاكم؟ لو حاكم متمكن بدليل أنه قال إيش أمر ونهى فقتله، يعني عنده قدرة على أن يقتل حتى من ينصحه، فكيف هذا يسب ويشتم؟ وذاك بعض الناس يسب ويشتم عبر القارات، ربما يعلو منبر في آسيا ويشتم حاكما في أفريقيا، وين هذا عنده سلطان جاي؟ عن بعد، ثم ينكر على غيره ويرى في نفسه هو الذي قال الحق وغيره تخاذل، لأنه استطاع أن يقول على المنبر لحاكم عبر القارات فيك وفيك يا ظالم يا كذا، هذا مو صحيح، هذا كل لعب العواطف وضحك على عقول الناس، وإنما قام لسلطان جار أمره ونهى، يعني أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ومعلوم أن الأمر والنهي لا سيما الحاكم ينبغي أن يكون إيش قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأن يكون سرا حتى لا يتعاظم ويتكبر، فلا بد أن يكون بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، مش كلمة قالها حتى يقال أنه شجاع حتى يظن أنه أدى الذي عليه، لا هذا باطل، تعال صوروني وقل كلام فلاني وانشروه وما أشجعه وما أقواه، هذا غلط، هذا الله أعلم ما في نيته. طيب قال ونصيحة والدعاء لهم، كان الشيخ الثيمي رحمة الله عليه يقول الحاكم لو كان ظالما إذا دعنا عليه يزيد الظلم ولا يقل؟ يزيد فيزداد شره، لكن إذا دعانا له أو إذا دعونا له يرجى أن يصلح الله بهذا الدعاء فينتفع العباد والبلاد. قال وترك القدح فيهم، لماذا ترك القدح فيهم على المنابر وفي المجالس؟ لأن القدح فيهم يؤدي لماذا؟ إلى فتنة، إلى تطاحن، إلى تحريض الناس، وهذه الفتنة سبحانه إذا قامت لا تقعد إلا إن شاء الله، وشواهد كثيرة، ممكن تبقى عشرات السنين، يذهب جيل ثم يأتي جيل ويذهب جيل ويأتي جيل وهم لم يصطلحوا بعده، وهذا منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما قام الطائفة على ذي سلطان إلا وانتشرت الفتن، نسأل الله العافية. قال وترك القدح فيهم على المنابر وفي المجالس لما يحدث ذلك من فتن. هذه الآية يخطئ كثير من الناس في قراءتها، سبب ما يأتي بها من أولها، لو قرأ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما أخطأ، لكن ما يقرأ يا أيها الذين آمنوا إيش يقرأها؟ يقول إيش وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيضيف حرف الواو وأطيعوا، لكن لو قرأها من يا أيها الذين آمنوا ما يستطيع يضع في حرف الواو. كيف الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، ليس وأطيعوا، ما فيها واو. كثير من الناس يستدلها يبدأ من أين؟ أطيعوا فيضع واو، يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حتى أنا كنت أقول هذا، نبهني واحد عشان ما قاعد يعني طالع عليكم فيها، أنا كنت أخطأ الخطأ نفسه، فحتى لا تقعون فيما وقعت فيه ويقع في كثير من الناس ائتي بالآية من أولها، وحينئذ لا تقع هذا الخطأ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تمام؟ تكلم عن هذه الآية، لكن هنا فيها فائدة وهي أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر فعل الأمر أطيعوا، لكن في حق أولي الأمر ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، مما يدل على ماذا؟ على أن طاعة ولاة الأمر إنما هي مقيدة ما لم تخالف أيش أمر الله ورسوله، طاعة الله مطلقة، خالقنا يأمرنا بما شاء، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة لأنه ما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الولي الأمر فيجتهد، قد يصيب وقد يخطئ وقد يغلب عليه الهوى فيأمر بمعصية، فقيدت بدليل أنه لم يعد إيش فعل الأمر أطيعه، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا يبينه كثير جدا جدا أهل السنة
ومع ذاك يأتي المفترون ويقول هؤلاء يقولون طاعة والأمر مطلقة. تقول لهم من قال مطلقة؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. هذا الكلام اليوم مسجل ومصور. طاعة والأمر مقيدة ما لم تخالف طاعة الله ورسوله. ويقول والدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليس طاعة مطلقة كطاعة الله ورسوله، وإنما يطاعون بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية. فإن أمر معصية لا يطاعون بهذه المعصية، مش تسقط طاعتهم. هذا أيضا مفهوم خاطئ، يظنه إيش بما أنه أمر معصية إذن خلاص لا طاعة له. لا، لا طاعة له فيما عصى، فيما أمر به من معصية، وتبقى طاعته ثابتة بنص كتاب الله. واضح؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والكتاب والرسول وأئمة المسلمين وعامتهم. هذا واضح.